ريان وعلى مدار الموسم النجم الغيني الكبير نجم نادي سانت اتيان الفرنسي سابقا استغنى عنه نادي السد كما استغنى السد عن ابوكو ضم اثنين من البرازيل الى جانب البرازيل الثالث فيليبي جورج ضربه حره على طول وهدف اول مش ممكن مش ممكن محمد مبارك اللي نجح في انه يحصد لقب كاس ولي العهد العام الماضي بتفوق واضح لنادي قطر يخطئ خطا لا يغتفر وباقدام باسكال فندونو يفتتح اول اهداف بطوله الدوري هذا الموسم وبعد ست دقائق من البداية يتقدم نادي الريان بهدف لباسكال فندونو لفة صحيح مش سريعة قوي رايح لها محمد مبارك كان عنده ثقة انها ملكه انها بتاعته ولكن هربت من بين ايديه الله عليك يا سيدي كرتك هربت من ايدي نعم هربت كرته من ايده لتحتضن شباك نادي قطر ليتقدم الريان باول اهداف اللقاء.